ثروة تهدر كغيرها من الموارد العراقية الأخرى، الثروة السمكية التي عانت كثيرا بالتسمم تارة والإهمال الحكومي تارة أخرى، تعاني من جديد بسبب منع الصيد في البلاد. ففي محافظة نينوى اشتكى صيادو وبائعو الأسماك في مدينة الموصل من قلة الأسماك بسبب قيام الحكومة بمنع الصيد. ونهر دجلة ممنوع الصيد، أكثر مناطق ممنوع الصيد. نهر دجلة ولا السد كان يجينا من السد بكميات، فما يصيدون بحريتهم. الاعتماد على الأسماك المستوردة من خارج البلاد مع قلة المعروض منها وكثرة الطلب عليها أسباب أخرى عملت على ارتفاع أسعارها بشكل كبير بحسب صيادي الأسماك. والله يجي مال وانا، يجي مال بادوش، يجي مال حديثة، يجي إيراني، سمك إيراني يجي، سمك تركي، شخاط ناعم تركي يجي. ارتفاع الأسعار كان له ارتباط بأحواض تربية الأسماك التي انتشرت في العديد من المناطق، حيث أن الاعتماد عليها وترك الصيد عمل على جعلها الحل الوحيد للحصول على الأسماك. عندنا مشاكل أنه قلة الأسماك وارتفاع أسعارها، عدة أسباب هي لارتفاع الأسعار. هو قلة العرض، عندك انتهاء موسم الأحواض، انتهى موسمها فارتفعت أسعارها من أبو الحوض، ارتفع السعر نتيجة الطلب على السمك. صيادو الأسماك في الموصل طالبوا الحكومة بالسماح لهم بالصيد في نهر دجلة، حيث أكدوا أن الثروة السمكية الموجودة في نينوى لوحدها تغطي حاجة المحافظة والعديد من المحافظات الأخرى. إذا فتحوا الصيد ما شاء الله أسماك الموصل تغطي الموصل وتغذي بغداد وتغذي أنواع المحافظات بالجنوب. إذا فتحوا الصيد وخاصة بالسد، خاصة بادوش وانا وشيخ محمد ورشيدية. وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة بإطلاق الصيد في نهر دجلة من أجل تلبية حاجة المواطنين وتقليل الأسعار، إلا أن الحكومة مستمرة في منعه متجاهلة نتائج ذلك على الاقتصاد المحلي، لأنها مورد لا يقل أهمية عن غيره من الموارد العراقية المهدورة.